مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، ومباراة بعنوان أكون أو لا أكون. اتلعبت ركلة البداية وتلاتة تلاتة، والكل على أعصابه والكل بيترقب يا ترى لمن ستبتسم المستديرة في اللحظات الأخيرة. عدى منعم خطير جدا جدا، عدى وفات لعيب وعدى أطراف مهارات ودخل جوه منطقة الـ18. الكل في المزاريطة خايف من قدرات وإمكانيات منعم، لكن حزلقوم بيعمل إيه؟ قبض عليه، ده قبض عليه مش انتخب، قبض عليه وجناية وركلة جزاء في توقيت قاتل. حسنقوم بيعمل محضر وجريمة. الماتش بتاعنا، المزاريطة بتاعتي، حكم أجنبي بيحتسب ركلة جزاء. انت ايه اللي انت هببته؟ انت عبيط، انت ما بتفهمش. هنحترم نفسك يا اخي، حرام عليك، المزاريطة دي مش بلدي. بس حرام عليك وكستنا يا موكوس. ما بالراحة، لا لا بالله، النيتي كانت خير يا مزاجي، والمصحف النيتي كانت خير. صحيح خير ان تعمل جرح الدلتا. ايه دي؟ ولا غرب الدلتا، وقالك نازل فين؟ عبود مين اللي قال لي؟ طب يا جماعه ما نبعتوا لعيبه الفرقه الثانيه هيشتتهم.